وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم الشيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يعيننا فيه على خدمته. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله، لعلنا نستهل هذا اللقاء إذا أذنت لنا بهذا السؤال من أحد الأخوة. يقول: سمعت بعض المفكرين يقول عرفت ربي بالعقل قبل أن أقرأ القرآن والسنة، هل هذا صحيح يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكلام له وجهان، وجه صحيح ووجه غير صحيح. فإن كان يريد عرفت ربي بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق، أنه يعني أن له خالق رازق يدبر هذا الكون، فهذا معروف وأغلب البشر يؤمنون به. نعم. والأعرابي لما سئل عن الله قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا تدل السماوات والأرض على العليم الخبير؟ والله تعالى يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا إذا كان المراد هذا صحيح، لكن إذا كان المراد المعرفة التامة التي يعرف الله تعالى ويعرف ألوهيته وأسماءه وصفاته الحسنى ويعرف أوامره ونواهيه، هذا الكلام غير صحيح، لأن ذلك لا يعرف إلا من طريق الشرع. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن هذا النور وهذا الروح الذي لا يقرأه لا يستفيد الحياة القلبية التي توصله إلى الله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ودعونا نتأمل قصيدة عبد الله بن رواحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا ماذا يدل عليه؟ على أنهم لم يعلموا ذلك إلا عن طريق الله. وهذا مدلول قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لاحظ كلمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سئل العالم الواعظ ذو النون المصري: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي. يعني ما عرفت ربي إلا بما أخذته من كتاب ربي وبما أخذته عن رسولي ربي. لولا المربي ما عرفت ربي. نعم. وسئل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن هذه المقولة
عقلي يوصلني إلى ربي ولا أحتاج الشرع. فقال: هذه مقولة أهل البدع، لا يقولها إلا مبتدع. ويفهم من هذا أن هؤلاء يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد أن هؤلاء إذا أخذنا بهذا الكلام عرفت ربي، طيب وش فايدة الرسول؟ وش فايدة؟ إذا كان أنت تعرف ربك فما في قيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أعظم منا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والآية اللي في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وش قبلها وش بعدها؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا أحد يستغني، ما في عاقل يستغني عن الشرع، عن الكتاب والسنة. العلم الحقيقي، النور الحقيقي، هو في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور، القرآن نور، والسنة نور، لا يستغني عنها عاقل. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من هم أولياء الله؟ وهل الأنبياء من الأولياء أو هم فوقهم بالمنزلة؟ الأولياء، أولياء الله، هم المؤمنون الأتقياء، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان الأولياء الله هم المؤمنون الأتقياء، فالأنبياء منهم، والأنبياء هم أعلى درجات الأولياء، وأعلى هذه الدرجة هم أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم أعلى طبقة في الأولياء، ثم يأتي بعد ذلك الأولياء من الصحابة، ثم من بعدهم، وهكذا. فأولياء الله تعالى هم المؤمنون الأتقياء. لكن أصبح الآن مصطلح عرفي أن الولي غير النبي، وأن الولي أقل منزلة من النبي، وهذا الذي تدل عليه كتب العقيدة. كتب العقيدة تركز على أن الأولياء دون مقام الأنبياء، ولذلك هم ينتقدون بعض المتصوفة مثل ابن عربي وغيره عندما قالوا إن خاتم الأولياء فوق خاتم الأنبياء، وأن الولي منزلته فوق النبي. يقول ابن عربي في إحدى قصائده: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني أعلى مقام عندهم الولي، مقام النبوة، وبعده النبوة، وبعده الرسول. وأهل السنة عكس، مقام الرسول أول شيء، ومقام النبي بعده، لأن النبي هو الذي يبلغ رسالة الرسول، أوحي إليه بشرع، مثل أنبياء بني إسرائيل ويبلغون رسالة موسى، ثم الولي. فلا يجوز أبدا أن نقول إن الولي فوق مقام النبي، بل الأنبياء والرسل فوق مقامات الأولياء. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة حفظكم الله، هذا يسأل عن آية الكرسي، ويقول: هل ورد فضل في قراءة آية الكرسي؟ هل ورد فيها أحاديث صحيحة؟ أولا، آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك للصحابة. إن أعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة الفاتحة. هذا
رقم واحد. رقم اثنين صحة الأحاديث في استعمال آية الكرسي في مواضع منها عند النوم، وهذه وصية إبليس لأبي هريرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، في قصته لما كان الشيطان يسرق من بيت المال ومسك أبو هريرة فاسترحمه فأطلقه، ثم أطلقه في الثالثة قال لا لا بد أبلغك الرسول، قال أطلقني ذا المرة وأخبرك بنصيحة، ثم قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. فقال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب كذوب. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة قراءتها بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من قرأها يعني استمر على قراءتها بعد الفريضة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وهذا حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. ومعنى هذا أن الإنسان يختم الصلاة وذكر بعد الصلاة يختمه بمدح الله وتمجيده، لأن أعظم آية في مدح الله ما هي؟ آية الكرسي. نعم. الأمر الثالث أو الرابع أن آية الكرسي إذا قرأت في البيت تطرد الشيطان، ولهذا ورد في الحديث الآخر أن قراءة البقرة تطرد الشيطان، وورد أن قراءة آية الكرسي تطرد الشيطان، ولهذا أنا أرشد الإخوان والأخوات أن يقرأوا آية الكرسي وأن يقرأوا من القرآن كله، ما يلتزم بعضهم الآن يوميا على البقرة يوميا على البقرة ولا يختم ولا، وبعدين ما يخلص من البقرة إلا مال، لأن البقرة جزوين ونص. صح. فنحن نقول يا أخي اقرأ آية الكرسي وستطرد الشيطان عن من بيتك، واقرأ خواتيم آخر سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها في ليلة آخر آيتين من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه. هذه بعض فضائل آية آية الكرسي، ويكفيها أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى، صح ذلك عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، أيضا نذكركم بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط 0501785536. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول لنا قريب يتعاطى المخدرات وأشك أنه يروجها، هل يجوز لي أن أخبر عنه الجهات المختصة علما أنني غير متأكد؟ أولا عليك يا أخي أن تنصحه وأن تبحث عن من ينصحه. إخواني أحيانا نصيحة الإنسان ما يقبلها صاحبه. صحيح. ها، ولذلك عليه أن يبحث عن من يبلغ النصيحة. يعني ولدك أحيانا ما يقبل نصيحتك، لكن لو ترسل للشاب من عيال عمه ولا من عيال خاله ولا إنسان بعيد ولا زميل له سابق يمكن أن هذا ينفع، ولذلك عليك أن تتوخى بالنصح. ثم إذا ظنيت أنه يروج، لأن يا إخواني اللي يتعاطى يضر نفسه. صح. واللي يروج يضر المجتمع كله. كله. نعم. لذلك إذا ظنيت أنه يروج يا أخي اتصل بالجهة المختصة. عندنا الآن نبراس جمعية متميزة متخصصة في مكافحة المخدرات، واضعين تلفون 1955. كم الرقم؟ 1955. هذا الرقم إذا اتصل عليه الإنسان يجد فيه مستشارين يمكن أن يتحدث معهم ويخبرهم
وهم أمناء، يعني لا تظنهم يفضحونك ولا يعرضونك شيء أبدا، هم على يعني على وعي كبير وعلى معرفة عظيمة، وهم يعني من أعظم الناصحين. ولذلك يا أخي نقول لك لا تتردد، لا تتردد في الاتصال بهم، وستجد إن شاء الله عندهم من يعينك. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول لأخت موسوسة وتتهمني أنني أصيبها بالعين إذا زرتها، وتقول لا تزورني أبدا. السؤال، هل إذا لم أزورها يعتبر قطيعة؟ لا، هي التي منعتها، يعني هي تريد أن تزور لكن هي منعتها. لكن أنا مثل هذه الأمور تراها فعلا وسوسة، فلو أن الأخت توصمها تقول تعال أنا بقرأ عليها، أنا بنفث عليها، خليها تعطيني ماء زمزم وأقرأ فيه وهي تشوف، خليها تأخذ غسالة فناجيلي، هي تبيني أغتسل لها اغتسلت، تراح بيبتي وأنا ودي أزيل اللبس اللي عندها، بس وش تبيني أسوي؟ وش تبي أعمل؟ أنا مستعدة، تبيني أقرأ قرأت عليها، تبيني أقرأ في ماء زمزم وأعطيه إياه قرأت عليها، تبي تأخذ من غسال فناجيل مثل ما يفعلون بعض الناس وفصام الأكل تجي تأخذ، بس وش تبي؟ ترى هذا أيضا كله مما يزيل الوساوس، لأن سبحان الله بعض الناس عنده كل شيء عين، النعذر عين، لو يطلع ولده ويصيب أي حاجة قالوا قال عين ابن فلان مرة عين عنده، ما عنده العين. وهذا يا إخواني خطأ، وسوسة تجيب الأمراض. أنت يا أخي اقرأ الورد على عيالك ولا بضارهم شيء. شوف يا أخي اسمع، أنت تؤمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا قال الإنسان سبع مرات في الصباح سبع مرات في المساء حصل نفسه، إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، العين مخلوقة ولا لا؟ طبيعي. إذا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، أيضا هذا مما صحيح. إذا قرأ قل أعوذ برب الفلق، وهذه أفضل الرقية جميل. القرآن فيها ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا يا أخي تترك هذا وتجلس تشغل نفسك بالوساوس؟ الغريب أن حتى يعني من الوساوس وسوسة أخرى، في بنت حبيبة من الحبيبات المساكين، هذه موسوسة بس نوعين ثاني، تقول إني أنظل، أني أعين، وإني إذا جاءوا عيال إخواني وعيال خواتي إني أنظلهم، إنهم يطلعون بطني يصيحون. طيب هذا كل البزران يصيحون وكل البزران يعذرون وكل البزران يسوون كذا، في تقول أنا أسألها أنت يعني تحب لهم الخير؟ قالت والله أني أحب لهم الخير وأني أعتبرهم مثل عيالي، بس هذه تظهر مني ما درجت يا بنت الحالة، ما ظهرت منك ولا هي بظاهرة، هذه ما تظهر إلا من حسود لا يحب الخير للناس. وانت إذا جاءوا عيال اختك وعيال اخوانك جاءوا عندكم، سمي عليهم وانفذ عليهم، سمي عليهم وانفذ عليهم، ولا تقولين لهلهم اني انظر، ترى انت فتحت باب عليك ويصدقون عادهم. ها يصدقون وهي مسكينة، يعني انا اثناء محاورتها معها تبين لي انها بس هي نفسها توسوس انها تعين وانها تضر الناس وانها نعم نعم بارك الله. السؤال الثاني في هذا السياق ايضا، هل يلزمنا الذهاب الى الشيخ للقراءة عن هذه العين وكذلك من أجل الرقية والتحصن؟ لا يلزم، لكن يا أخي ما مثل قراءة الإنسان على نفسه. رب العالمين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو المضطر اللي يدعو، أنت ولا الشيخ اللي عايم مخباك بالدراهم؟ أكيد هو أنت المضطر. أما ذاك يقول يلا رح وتردد بس. بعض المشايخ الآن يتمنى إذا أظهر الصباح من بيته راح الاستراحة يقول يلا على بابك لخاب طلابك،
إذا رجع عند الاستراحة 10 سيارات ترجع الحمد لله. جو الزباين. أين جو الزباين؟ هم يعني إن الله يجعلني ما أشوف أحد ويعلم الناس ويرشدهم وعملوا كذا وارقوا أنفسكم ولا. فنحن يا إخواني الآن نريد أن نعلم الناس أن الرقية مهب عند الشيخ. والله يا إخواني يا بعض المشايخ اللي يرقون الناس أن المرضى أفضل منهم. أكيد المرضى الصابر. والله يا إخواني فيه بنيات حريم أجوديات مصابات الآن، إني ودي إنهن يدعي لي. والله صحيح. مصابات وصابرات وجاويد، هذا لو يروح الواحد من هال اللي بس المادي يبون فلوس وتروح يقرأ عليها. لو عندهم تجاوزات يا شيخ عدن ربنا وربهم التجاوزات ذي الحمد لله في جهات مسؤولة تتابع عنهم. نعم. لكن اللي يؤلمني وهذا هم دائما يقولون تشد على نون اللي يؤلمني الآن منهم التشخيص. يعني فيه بعض القراء الآن الله يجزاهم خير ما يشخصون، يقرأ ويرشد ويقول أخي يقرأ نفسك وحنا ما عندنا القراءة. لكن في بعض القراء يقول فيك عين على طول حكم. آه نعم أنت فيك حسد، ولا يقول بعضهم فيك عين قوية، ولا يقول بعضهم أنت فيك مس عاشق. ولا وش ترى يا إخوان؟ والله ما يدري ما يدري. وبعدين الدليل على هذا يا شيخ خالد أن الآن وهذا كثير يتصلن بي وأنا أسألهن أقول في ذمتك وش قالوا لك المشايخ كلهم علميني؟ ما في واحدة يا شيخ تمر علي إلا تقول وأحد قال مس عاشق، وحد قال عين، وحد قال ايش اسمه سحر. الله سحر. يعني كل بودي مجتمع سبحان الله. هذه يا إخواني المواصل ولا في واحد منهم إلا القليل. لا ما لا أريد أن أعمم. يقول روحي لطبيب نفسي. جميل يا إخواني الطب النفسي الآن جزء مهم ينبغي لنا يا إخواني أن نهتم فيه ونوجه الناس له، وينبغي يا إخواني أن يتعاون الأطباء مع الرقاة. لا الرقاة ينهون الناس عن الأطباء ولا الأطباء يمنعون الناس من الرقية عند الناس الذين يرقون ولا يشخصون ولا يمرضون الناس. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله. ونحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. هذه سائلة تقول كانت ولادتي في شهر رمضان المبارك والأيام اللي أفطرتها 20 يوم لم أقضيها، هل يجوز لي إخراج صدقة أو يلزمني الصيام؟ لابد يا إخواني على من أفطر يوما في رمضان من القضاء، لابد. يعني امرأة أفطرت بعدين تقول بطعم ليه؟ لا يطعم إلا المريض الذي لا يرجى برؤه. المريض الذي لا يرجى برؤه يجب عليه الإطعام مقابل الصيام. لو فيه مريض الآن بيزرع كلية يؤمل إن شاء الله أنه بعد سنة سنتين يتعافى. يعني يتعافى. هذا لا يجزئه الإطعام، لا يجزئه. لكن يجينا الآن ونبيه يرتاح نفسيا ونبيه ينبسط، شنو نقول؟ نقول اطعمه، وإذا الله عافاه صم يصوم. جميل. ليش نقول له اطعم الآن؟ لأن نجد أنه مسكين يعني يتألم أن الناس يصومون وهو ما أدى العبادة. فإذا رأينا من هذا قلنا أطعم، لكن ترى إذا الله عافاك لازم تصوم. جميل. نعم أحسن الله إليكم. هل يسقط الواجب بالنسيان يا شيخ عبد الله؟ لا يسقط الواجب بالنسيان. والواجب قسمين، قسم يناب ينوب عنه شيء وقسم يقضى. فالذي ينوب عنه مثل التشهد الأول في الصلاة، هذا واجب من واجبات الصلاة، لكن إذا تجاوزه الإنسان ينوب عنه سجود السهو، ينوب عنه سجود السهو. لكن فيه واجبات تقضى مثل الآن زكاة الفطر، وهذه نسأل عنها أحيانا. واحد يقول له لده طلع الزكاة وأنا أبوك. طيب ها وهو في مكة وهي عجوزة، ويتصل على ولده يقول طلع الزكاة. العيال الله يصلحهم ذا التالين أمرهم ما يهتمون. ها ما يهتمون ما يهتمون. فإذا جاء
الوالد سأله طلعت الزكاة يا أبوي والله نسيت أنا. هذا يسوى هذا يقضى صح. هذا يقضى. يعني لو أن شخصا الآن مثلا في واجبات الحج طاف الوداع وهو مثلا غير متوضي ناسي ثم تبين له بعد ذلك يقضى يقضيه. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول حفظكم الله، هل كل ما قمت أصلي ركعتين لازم أقرأ دعاء الاستفتاح أو يكفي قراءة دعاء الاستفتاح مرة واحدة في بداية الصلاة؟ أصلا دعاء الاستفتاح مو بلازم. جميل. ليه؟ لأنه سنة مستحب لا يلزم حتى في الفرض. حتى في صلاة حتى الفريضة. في الفريضة. جميل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في صلاة التراويح مذهبان، فتوى لي يعني موقع على مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة معه أنه في كل تسليمة في كل تسليمة دعاء استفتاح، لكن كثير من أئمة المساجد وأظن حتى في الحرمين أنهم يستفتحون في الأولى ولا يستفتحون في بقية الصلوات على اعتبار أنها وحدة واحدة، لكن لو أنهم أجلوا ترى كل الاستفتاح ما يأخذ ربع دقيقة. لكن الناس سبحان الله في صلاة الجسمة في صلاة التراويح يجيهم عجلة يجيهم عجلة وتجد الواحد منهم يبي خلص، ولو أنهم يعني أعطوا كل الأمر يعني إذا تركت في السجود قليلا جميل. ودعوت الاستفتاح وعطيت الناس فرصة بعد آمين كلها يمكن في ما تجي خمس دقائق، ما أظن أنها تجي خمس دقائق أبد. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل تصلى تحية المسجد في وقت النهي؟ تحية المسجد من ذوات الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل السليك الصحابي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويؤدي تحية المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية المسجد سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة، ولذلك تؤدى عند حدوث سببها ودخول المسجد في أي وقت، ومثلها مثل ركعة الطواف الإنسان.